جونجون يا معلم. الواد بلاقى شطب النهارده بدري. غريبة يا معلم انه ما سلمنيش غلت امبارح. ايه؟ الناس ما طبخوش امبارح ولا كانوا صايمين؟ لما كلمته في الموضوع ده معلم رد عليا بواخر كده وقال انه هيسلم الفلوس لصاحبها. صاحبها مين يا راجل؟ انا افهم من كده اللي هيودي الفلوس لفتوح في السجن؟ مش عارف يا معلم الواد ده حصل له ايه في مخه. بيقول لي ان المعلم فتوح خرج من السجن. ايه؟ هو برضه اللي حصل له ايه في مخه؟ ولا انت يا سيدونجر اللي مخك هوا؟ لا تفهم، واحد واخد 10 سنين سجن والنقد بتاعه اترفض، هيخرج ازاي دلوقتي يا اخويا؟ ولا يمكن شقلبوا القوانين بتاعتهم؟ يا معلمي انا ببلغك الكلام اللي الواد بلاجي قاله لي بعظمه لسان. معلم عنده حق يا ريس دونجل، ده كلام ما يخشش العقل ابدا. انت مالك انت يا وايه دخلك في الكلام بين المعلمين؟ غور ياض. ما تغورش ياض. افهم كده يا دونجل ان انت صدقته؟ اه، يبقى الواد استهيفك وضحك عليك عشان يضرب الفلوس في جيبه. ولا روح شوف لي الواد ده فين وهتسوني من تحت تقطيع الارض. اجيبهولك يا معلم يعني هيروح فين؟ تلاقيه مرمي في اي غرزه ولا خماره بيضرب له شويه بوزه. خد يا تعالى. اه معلم. عارف الواد بلاجه فين دلوقتي؟ اه معلم، ليه كام خن كده بيتوا فيه. طب يلا غور هاتولي وتعالى بسرعه. حاضر يا معلم. بعدها معاك يا فتوح. وانت بره جوه عرفني. مالك يا سلطان مساهم ليه؟ تكونش يا اخويا زعلان عشان قعدت مع كريم بيه وقعدت اضحك شويه. كريم بيه الراجل ده كان موجود في الكباريه الليله دي. نعم كان موجود في الكباريه الليله دي. تمستولي يا راجل انت ولا ايه؟ اش حي يا اخويا ما كنت قاعد معانا وعمال تضحك في يا سلطان؟ انت متخانق مع سعادة البيه ولا ايه؟ بالعكس بقى، سعادة البيه معاملته معايا زي الفل. امال مالك يا اخويا قاعد مساهم كده ليه؟ ده احنا من ساعة ما رجعنا ما اتكلمتش معايا ولا كلمة. فتوح سمار. ماله فتوح؟ مات في السجن؟ يا ريت يا ريت. فتوح هرب يا سمار. طب ما يهرب. انت مالك زعلان قوي كده يعني؟ لا، اصل الهروب ده برضه هيعمل لنا مشاكل يا حبيبتي. طبعا البوليس كل شويه هينط عندنا هنا في الحي وتفتيش ووجع دماغ. خلاص انت كل اللي تعمله تحرص وتخلي بالك. تصبح على خير. قلت بالله. ترى هربت ليه يا فتوح؟ وايه اللي في دماغك بالظبط؟ كنتش عرفت ان انا دخلتك السجن وطالع عشان تنتقم مني. عايز ايه فتوح؟ عايز ايه؟ انت فاهم ان انت هتدخلني السجن
نام على جنبك مرتاح وتحلم أحلام سعيدة وأنا هسكت؟ أنا ما عملتش حاجة بتوعك. أنا طول عمري راجل جرح، عمري ما غضبت في صاحبي. تعذب بتوعك، كل اللي تعذب بالسعيدة دهولك. عايز حاجة واحدة بس. إيه يا بتوعك؟ سمارة. لا أي حاجة إلا سمارة. دي روح يا حياتي فتوح بقى كده شايل على روحك يا سلطان. لا 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 ايه يا سلطان؟ في ايه؟ فتوح فين؟ فتوح فين؟ فتوح فين؟ فتوح فتوح ايه؟ انت كنت بتحلم بفتوح؟ اه ما كانش حلم، كان كابوس. كابوس فظيع يا سمر، فظيع. دي شويه ما يا حبيبتي تعملي معروف. في يا سلطان؟ طب انا خايف من فتوح قوي كده ليه؟ انت عملت له حاجه قبل ما يخش السجن؟ عمر يا معلم. حقيقي ادي الكلام اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعته يا معاذ؟ ما تتكلم يا واد من غير لوعة. انت مش عارف المعلم ممكن يعمل فيك ايه؟ المعلم فتوح هرب من السجن يا واد. ايوه يا معلم. هرب راح على فين؟ علمك يا راس دونجل. اتصرف انت بقى معايا يا معلم اهو. ما تتكلم يا واد، اتكلم بدل ما اخلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق. معلم انا جالي مرسال من معلم فتوح وقال ان هو هرب من السجن وعايز ايراد الدكان يوصل له. وانت اللي هتوصله له؟ وصله له ازاي وانا اعرف مكانه؟ مين اللي هيستلمه يا واد؟ عالم، هم وصفوا لي مكان اروح اسيب في الفلوس وواحد تاني هيعدي ياخدها سلمها. غريبه يعني انتوا ما تعرفوش حاجه عن الموضوع ده؟ انا اول مره اسمعه منك يا معلم، ولو كان حسن عرف عنه اي حاجه كان قال على طول. هو المعلم فتوح هرب امتى يا معلم؟ مش ده المهم يا حسن، المهم نعرف مكانه عشان اقدر اساعده زي ما ساعدتكم كده. بس غريبه يا معلم ان هو لحد دلوقتي ما اتصلش بيك. ما تلاقيه بقى خايف من البوليس لانه عارف انه اكيد اكيد البوليس هيراقبني، لان اول حاجه هيعملها فتوح هيتصل بي. بصراحه بقى دي اقل حاجه كان لازم يعملها المعلم فتوح. الراجل اتاخد كده على اخوانه ودخل السجن اوانطه، بعدين تلاقيه عتر في خن كده يكن فيه لحد البوليس معينه يتكن عنه شويه، وبعدين هيظهر تاني. هيروح فين يعني؟ ده احنا اهله. اه بس انا عارف بقى هو ممكن يروح فين. ايوه معلم سلطان. ازيك يا عماد؟ تسلم يا فندم. هنا لوحدي؟ مش فاهم. اقصد يعني هو ما فيش اي حد عايش معاكي هنا؟ يا ريت، ما انت عارف يا اخويا البير وغطاه. ومحدش يعرف من يومين؟ لا حد ولا سبت. هو في ايه يا معلم؟ المعلم فتوح ما جالكيش هنا؟ اسم الله عليك يا معلم، المعلم فتوح في السجن. المعلم فتوح هرب، محدش عارف له طريق. الله يسلمك يا دونجل. ايه الاخبار يا معلمي؟ لقيته؟ قبل اللونجل لفيت عليه في كل حته، ملوش اثر. مش عارف بدور عليه فين تاني. شيلش هم يا معلم، هيروح فين؟ كده كده هيظهر. انا عارف انه هيظهر بس انا خايف انه يفاجئني. يا راجل ده انا بحط دماغي انام الاقيه نطني في الحلم عكن عليا. والله يا معلم انا بيجي لي خاطر كده بيقول انه ممكن يكون قابل بيومي وقاعد عنده. بيومي؟ لا لا لا، بيومي ايه؟ ده هو بيومي طول عمرهم يقبلوا العمل وما يقبلوش بعض. يا معلم كده لو اتقابلوا هيتحدوا عليك هما الاتنين وبيومي ما هيصدق.
تفتكر يا دونجل؟ اتفضل يابا. ايه ده؟ بسبوسه وكنافه. شيلي شيلي وانا بتاع الحاجات دي. طب اجيب لك ايه؟ تاكل فاكهه؟ فاكهه ايه بس؟ ما تشوف لنا ازاز الكونياك ولا براندي. وانت مش فاتحه كباريه ومليان ازاز خمره. ده رايي يابا. ده انت لا ليل ولا نهار بتفوق من الخمره. بصراحه بقى انا خايف على صحتك منها. خايف عليه يعني؟ هموت. وانت فاكراني عايش؟ هو في ايه يابا؟ ايه سبب كل اللي انت فيه ده؟ وانا اللي شفته لسه بشوفه شويه سماره. هو انت يابا لسه زعلان مني عشان انا اتجوزت سلطان؟ طب بذمتك انا لقيت حد عليه طله وقلت لا؟ الوحيد اللي كان عليه طله راح وحرق قلبي عليه. بس هو غلوتك عندي يابا. لا انت ايه منه؟ امال انا اتجوزت سلطان ليه؟ يا ريت ما انت تقدري، بس من غير ما تودي نفسك بداية. انت عارف انا بخاف عليك قد ايه؟ ما تخافش عليا. كان نفسي نعيش زي بقيه الناس. كان نفسي امك تسمع كلامي وتحبني زي ما حبيتها وتتوب عن شغل المسخره ونربيك احسن تربيه زي اولاد الناس. باكلك البيض وباكلك الفلو وباكلك كل حاجه. هزي شويه اخلاعي. يلا يا بوندو. شيكي 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 وميكي ميكي ميك سلطان يا بيه يا ابن الايه رقصني رقص اسم الله علي. بس ايه يا اختي ده؟ تعالي يا بنت تعبتي قلبي. اسمعي بقى لما اقول لك هزي تهزي. انت ايه؟ هزي كده اهو. شيكي 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 وميكي وتنطي. انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا ماما. ماما انت بتقلدي لابوكي تقولي لي ياما. حاضر ياما. ايوه كده. وبعدين ما تفرشحيش ايديكي، تضميهم كده اهو عند صدرك وتعملي كده. حرام عليكي بقى، ما تسيبي البنت في حالها. ده بدل ما تخليها تكمل مدرستها انت ايه؟ شيطانه؟ مدرسه؟ قطيعه يا مقتعوس. مدرسة ده ايه يا اخويا؟ يعني هما بتوع المدارس بيكسبوا ايه ولا بياخدوا ايه؟ وبعدين بقول لك ايه؟ سمرة بنتي وانا حرة فيها، فاهم ولا لا؟ اشتغل يا بنت. السيكي شيكي شيكي والميكي ميكي ميك. لكن للأسف فضلت راكبة دماغها. يا حلوة على الجنبين والله ما شافي زيك عين. جبتي الحسن ده كله. انا برقص ازاي؟ زي ما علمتك بالظبط. كل الناس دول هيقولوا ايه دلوقتي؟ عايز سمارة. حاسب سما يا عم تفوت. ده اللي يقرب منها يموت. لازم ترقص لم القوت ولو مش عاجبه يدق يموت. ارقص يا سمارة ما تيجي اسميش. مفيش واللي مش عاجبه يغور ما يجي.
لكن يا خساره ما قدرتش عليها. ولا يهمك يابا، انا الحمد لله زي الفل ومش ناقصني اي حاجه. ده انا حتى عندي دلوقتي كباري باسمي. وتفتكر ان دي حاجه تبسطني؟ ان بنت مسعودي الشاربي تبقى صاحبه كباري والبنات اللي بتشتغل عندها يجوا اخر الليل يروحوا مع الزباين؟ يا بسمتي مين قال لك كده؟ لا انا هخليك كباري محترم، وانا هشغل عندي رقصين ومغنواتيه، واي زبون هيقعد باحترامه اهلا وسهلا، مش هاجبه يمشي يطلع بره. طب انت ناوي على الخراب ليه بقى؟ هي الكباريهات دي شغاله غير من المسخره. لا ما انا اصلي هجيب اكبر رقصات في البلد واحسن مطربين كمان. بس انا كنت عايزه منك طلب يابا، كنت عايزاك يعني تيجي تمسك لي الشغل هناك وتبقى مدير المكان. لا طلعيني انا بره الموضوع ده خالص، انا بقيتش انفع في اي حاجه. مين قال لك كده؟ لا تنفع ونص. اخص عليك يابا، بدل ما تقولي انا حاجه اقف في ظهرك وابقى سندك. ابعدينا عن الموضوع ده، انا ما اقدرش استحمل اشوف السكرانين دول وهما بيتفرجوا عليك وانت ترقصي. كفايه اللي امك عملته فيك. جرى ايه يابا بقى؟ امك هو انت يعني كنت واخدها دكتوره؟ ما انت واخدها رقاصه. كنت فاكر ان اقدر اخليها تتوب لكن ما قدرتش، طول حياتها قويه وماشيه بدماغها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. السلام عليكم يا رجاله. سلطان يا عم رد التحيه الاول. اصلك فاجئتنا يا ابو اغزه، مش كنت تدينا خبر عشان نفرش الارض رمله؟ اتفضل يا معلم. يزيد فضل. وسع واد، خلي المعلم يقعد. وسع. ازيك يا فرغالي؟ تمام يا معلم، اتفضل. ايه خطوه عزيزه يا معلم سلطان، اكيد بقى اخويا جايب لي بشرى عشان تصالحني بيها. الله، وانا كنت زعلتك يا بيوم. الله جريء يا سلطان، تنسيت ولا ايه؟ اذا كان قصدك يعني على موضوع البضاعه ديك عليا، اول ما اكلم سعادتي البيحة فاتحت موضوع، وانا عارف ان انا ليا خاطر عنه، بس انت بقى ما تخليش الشيطان يلعب بيك تاني وتزعله. انا بس مش عارف انتوا عمالين تقصقصوا في ريش المعلم كده ليه يعني؟ بس يا واد، اما المعلمين الكبار يتكلموا مع بعض ما تتحشرش انت. غصب عني يا معلم، انا برضو عشمنا كبير في المعلم سلطان. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا فرغالي. انا بس على مؤاخذة كنت جاي اسالك يا بيومي، اذا كان المعلم فتوح جالك هنا ولا لا؟ فتوح؟ انا انت بتتكلم جد يا سلطان ولا بتهزر؟ جرالك ايه؟ وانت ما دريتش انه هرب من السجن؟ فتوح ده واد ابن جنيه بصحيح. انا قلت يعني اسال عليه عندك، جايز الاقيه هنا اقوم معاه بالواجب. لا يا اخويا، ايه اللي هيلم الشامي على المغربي؟ ما انت عارف يا اخويا اللي بيني وبينه. وعارف كمان ان انت ابو المجدعه والمسامح كريم. على العموم استاذن انا بيومي كده على طول، ده احنا لسه ما قمناش بالواجب يا سلطان. المره الجايه يا بيومي. سلام عليكم. ماشي، مع السلامه اخويا. خطوه عزيزه يا معلم. لا برضه مش داخل علي حكايه هروب المعلم فتوح دي يا معلم، انا بقول دي حجه عاملها المعلم سلطان عشان يشوف ميتك وثانوي تعمل معاه ايه. مش مهم الكلام ده دلوقتي يا فرغالي، المهم عايزين نشوف نيته ايه. أدين اديته فرصة عشان يصلح غلطته، وهي المية تكدب الغطاس. تفضل يا جميل. تسلم ايديك. تصدق بإيه يا كريم بيه؟ الله، مصدق طبعاً. يو، ما تستنى يا أخويا لما أكمل بقية كلامي. من غير ما تكمل، أنا عارف أنت عاوزة تقول إيه. طب أنا كنت عاوزة أقول إيه؟ عاوزة تقولي إن قعدتي حلوة. يخيبك. يوه، ما اقصدش، كان قصدي يعني اقول ينيلك. يوه، انت لخبطتني خالص. يا ست قولي اللي انت عايزه تقوليه، حد يطول ان سماره هاني تنيل بيتي ولا تخربه؟ يا ده انت عجبة قوي، اول مره اشوف راجل دمه زي الشربات. زي بفكر حتى شغلك عندي في الكباريه هنا تبقى تضحك لي الزباين. وانا مستعد اشتغل عندك لسبب واحد بس، اضحكك انت يا سمارة. بقول لك يا سمارة، انا عاوز منك خدمه واحده بس، امورني يعني الاثنين. انا فرح بنتي قرب وعاوزك توظفي، وهدفع لك كل اللي انت تطلبيه. الف مبروك يا حبيبي، غالي والثمن رخيص. انا هرقص لك في الفرح ساعتين ثلاثه قول 10، ومن غير ولا مليم كمان. ده ايه الجمال ده؟ ده انا حمود كده يا جماعه. ده ايه المسخره اللي انت فيه دي؟ ما كفايه بقى، كفايه. اللي انت عملته النهارده ده يا سلطان،
اتجننت ولا ايه؟ خلاص يا سمر مش قادر بقى. مش قادر اشوفك كل يوم على هالشكل. هو يسكر وانت تلعبي في قفاه وتضحكي. امال عايز نعمل ايه يعني؟ اقعد مبوزه في وش الزباين؟ ده كباريه يا سلطان، عارف يعني ايه شغالين في كباريه؟ يا ست عارف يعني ايه كباريه، بس انت كمان ارحميني شويه، اعملي لي اعتبار، حس بالنار اللي قايده جوايا. مش كفايه فتوح اللي قريب لغايه دلوقتي مش عايز اوريه وشه؟ يا ايه حكايه فتوح بالظبط؟ ما انا خايف منه قوي كده ليه؟ عملت له ايه يا سلطان مخليك خايف منه عامل زي المجنون كده؟ هو اصلا مالك يا سلطان سكت ليه؟ ما تقول. هقول لك ايه بس يا سماره؟ هقول لك ايه؟ قول لي الحقيقه يا سلطان يمكن اقدر اساعدك. هقول لك ايه؟ انا طلعت نجم. هو انت يا سلطان؟ انت اللي دخلت فتوح السجن؟ انا اللي عملت كده. يعني ايه؟ كان لازم ادخله السجن. كنت حاسس ان واقف في طريقي سادد السكه اللي توصلني ليكي. يعني انت اللي قتلتهم كلهم؟ لا لا يا سمارة وربنا لا لا لا، وغلاوتك عندي ابدا ابدا يا سمارة. انا حد الله ما بيني وما بين الدم، انا لا يمكن اظفر الي بدم غيري حتى لو كان عدوي. حتى لو كان عشان خاطري يا سلطان؟ حتى لو كان عشان خاطرك يا سمارة. عارفة ليه؟ لانك انت اول واحدة كنت هتكرهيني. مين اللي قتلها؟ مين يا سلطان؟ جايز فتوح؟ جايز يا سمارة، كل شيء جايز. عموما فتوح كان بيحبك وكان مصمم انه يتجوزك، وانا لو ما كنتش دخلته السجن كان ممكن قوي يغدر بيا ويقتلني عشان الجو يخلال ويتجوزك. انا عرفت، بقيتش عارفه اصدقك ولا اصدق كلام الناس ولا اصدق نفسي. نفسي اعرف مين اللي عمل كده. نفسي. انا كمان نفسي اعرف. نفسي اعرف فتوح فين. بندق المعلم سلطان. يا الف الف مرحب. انا كمان يعني بقول القهوه نورها فجه قوي كده ليه؟ معلم صالح فين؟ المعلم صالح طلع حمله انتخابيه. حمله سيارة؟ انا ماليش دعوه يا معلم، هو اللي قال لي كده. يا قشطه. مالكش راجع انت؟ والله علم علمك. طب لما يرجع قول له يفوت عليا، فاهم؟ ماشي يا قشطه. معلم سلطان يا الف اهلا وسهلا. معلم سلطان بحاله مشرفنا هنا في القهوه. ازيك يا حبيبتي؟ ان شاء الله تسلم وتعيش. اتفضل يا اخويا. بقى كده يا معلم جاي وعايز تمشي على طول؟ بس انا كنت جاي كده في موضوع لصالح. خير يا اخويا؟ عايزه في ايه؟ موضوع بيني وبينك. ايه؟ مش عايز تقول لي يا معلم سلطان؟ يا ستي بيعرفين بنتي. بنتي؟ اسكت. دي بتشتكي منك يا معلم وبتقول ان انت موريها القمرين. وما قلتلكيش كمان ان انا بشتكي من عمايلها؟ يا لهوي ما ترسيني يا اخويا، لو كانت غلطانه كسر لك رقبتها. امال ايه؟ وديك يا معلمه بنتك كل يوم تقعد مع راجل شكل الكباريه. يو جرى ايه يا معلم سلطان؟ ما انت راسي يا اخويا ان ده شغل هو جديد عليك. ولا شغل ايه يا معلمه؟ انا راجل حر ودم حامي، ما اقبلش ابدا ان مراتي تقعد كل يوم مع واحد تضحك معاه ويفتح لها ازاز خمره. طب سد سد يا معلم، في اي اخويا؟ ما انت عارف ان سماره بنتي طالعه لامها بالظبط، ما بتديش قلبها غير للي بتحبه وبس. يا ريتني يا ريتني اقدر ادخل جوه قلبها. اخص عليك يا معلم، ده انت قاعد جوه قلبها ومربع كمان. يا ريت يا معلمة، يا ريت. نفسي اصدق، نفسي. اخ يا لهوي. يا وش يا وش يا اخويا، ده انت باين عليك تعبان قوي. بتعب الا تعب القلب يا معلمة. يا ريت سمرة تريحني بقى.
حلو ناديلي وشوف مناديلي يا حلو ناديلي البوليس ما كانش قايل. ما هو ده اللي انا مستغرب له يا معلم. اكيد في حد بلغ البوليس. وفتوح ما جاش نحبكم ابدا يا معلم. احنا من نفسنا يا معلم لما لقينا البوليس هجم قلنا المكان ده بقى خطر علينا لازم نمشي لحسن اكيد هيوقفوا حد يراقب البيت. معاكوا حق. ما حدش فيكم بقى يهوب ناحيه البيت ده لغايه ما فتوح تبل بيته. ايه ده اللي حصل يا سعد؟ كان البوليس هيقفش ناس استثمار يا بزبطي. ازاي رجعنا انا وحسن لقينا البوليس محاوط البيت وفوق وتحت ولما سالنا عرفنا ان هما بيدوروا على فتوح. وايه اللي دخل فتوح في الموضوع؟ هو يعرف المكان عندكم؟ ده هو اللي مسكننا فيه. وجالكم؟ ما شفناهوش. طبعا حويل عارف ان البوليس هيجي يدور عليه عندكم. طيب دلوقتي مين اللي بلغ البوليس؟ يو ما انتوا عارفين ان ولاد المؤذيه كتير. طب وبعدين يا معلم احنا هنبات فين الليله دي؟ ما تشيلش هم يا سعد هتباتوا هنا. انا عندي اوض كتيره جدا هديهم اوضه من اوض الارتست اللي عندي. وهنا امانه معلمه حد شافكم انتوا جايين؟ لا من حد اطمني قوي. خلاص تمام فاضل مشكله واحده. إيه؟ لو قعدنا في اوض الارتست هنتفرج ازاي على الرقص والغناء. هبعت لك يا اخويا رقاصه جوه ترقص لك مخصوص. عاجبك اللي بيحصل في الشغل ده يا معلم؟ حصل ايه معلم؟ سعد وسي حسن اللي عامل لي فيها جهل نمسيوتهم كحل وما جوش ياخدوا مفاتيح المخزن عشان يفتحوا ويشوفوا شغلهم. مش هيجوا بجد يا معلم؟ البوليس قفشهم؟ اه ما هو ده اللي انت بتحلم بيه. بس الحمد لله جت سليمه. جت سليمه ازاي يعني يا معلمه؟ ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه، انا عاوزك تشوف لهم مدفن كويس. تربه يعني يا معلم؟ انت تربه ايه بس يا دونجو اللي قال لسه جالهم ما جاش. انا عاوزك تشوف لهم حوش في القرافه بتاعتنا يتوه فيه لحد ما البوليس يمسك صاحبنا ويدخله السجن تاني. اه الظاهر المعلم فتوح بقى مدوخ البوليس وراه. هيروح منهم فين؟ بكره هيعتروا عليه. هيروح يا معلم زي اللي راحوا منه قبل كده. تقصد مين يا بوز الاخص؟ وفي غيرهم سعد وسي حسن. يا ساتر عليك يا ساتر عليك، ما انا عارفك هتفضل تقر عليهم لغايه ما البوليس يمسكهم تاني. Hadi ya, hadi ya!
خير يا معلمة؟ البنت سمر يا اخويا مش من الشقة. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا نازل من البيت وسايبها هناك وما قالتليش انها خارجة. يا معلم زي ما بقول لك كده، انا ايدي يا اخويا اتقطعت من كتر الخمد، لا حد فتح لي ولا سأل فيا، البنت مش فوق. ليه يا غام التاني؟ حكمتي نومها تقيل قوي. لا يا معلم لا، انا عيني الشمال يا اخويا بترف وقلبي متوغوش، بنتي مش من الشقة يا معلم. يعني هتكون راحت فين؟ ازاي بس مش في الشقة؟ تعالي ورايا. تعمل ايه في الكباريه؟ ما عندهاش شغل هناك دلوقتي يا معلمه. طب ما تسال يا اخويا بالتليفون. ماشي ماشي شفتي؟ محدش بيرد هناك. الو ايوه يا مهدي، انا المعلم سلطان يا مهدي. بقول لك ايه، ست سماره عدت عليكم؟ ايه؟ لا اصلها كانت قالت انها هتعدي عليك يعني. طيب طيب يا معروف، لو شفتها اتصل بيها على طول، يا في الدكان يا في البيت. مع السلامه. كده برضو يا معلم سلطان وقعت قلبي، ما قايله لك اهي يا اخويا انها هتعدي على الكباريه. يو يا ست، انا بقول له اي كلام، بقول له اي كلام عشان اقول له ايه؟ مش لاقي مراتي. اي كلام ازاي يا معلم؟ الله، يعني سماره هتكون راحت فين؟ بس هتكون راحت فين؟ كلش خرجت مع ابوها. خرجت مع ابوها فين؟ ده انا سايباه متنيل متدرمخ في البيت، متدرمخ في البيت. الو ايه بتقول؟ ايه سمارة عندكو؟ بقولك ايه، اللي هيقرب لها هشرحه.